خدمات من التأكد من كفاءة جهات تقويم المطابقة والنمو الاقتصادي ويدعم الشركاء في تحقيق مع مختلف بلدان العالم لما لذلك من تأكيدنا على بناء الإنسان أولا قبل استخراج واستثمار بوضع سياسات وخطط التنمية الوطنية بالإضافة إلى قطاعات مختلفة وكذلك متابعة التقدم المحرز في الأهداف العشرة التي تم اختيارها وفقا لمتطلبات المنظومة الاعتماد كأداة حقيقة في ليبيا نحن أولينا هذا الملف اهتمام خاص واهتمام كبير وشكلت لذلك لجنة للتنمية المستدامة بوزارة التخطيط وقامت هذه اللجنة من خلال المهام الموكلة إليها والتي تتمثل في موائمة الأجندة العالمية 2030 مع الاستراتيجيات وخطط التنمية الوطنية وأيضا من خلال إعدادها للتقارير الطوعية واستعراضها في المحافل الدولية قامت هذه اللجنة بتشكيل مجموعة من فرق العمل التخصصية للأهداف الوطنية التي تم الأهداف العالمية التي تم اختيارها في هذه المرحلة وفقا لذلك وكان الاختيار هذه الأهداف الحقيقة متمثلة في الأهداف المتعلقة بالخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطاقات المتجددة مع وجود أيضا بعض الأهداف الأخرى التي تتطلب المرحلة وجودها مثل الشراكة العالمية والسلم وإيجاد المؤسسات القوية وتمكين المرأة وغيرها. عملت هذه الفرق من خلال خبراء مختصين وطنيين ليبيين نفتخر بوجودهم في هذه الفرق وقاموا بإعداد التقرير الطوعي الوطني النهائي و تم استعراض هذا التقرير في المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي عقد في يوليو الماضي في نيويورك بالأمم المتحدة وحظى هذا التقرير بحقيقة بإعجاب الكثير من المؤسسات الدولية ودول العالم لأن ليبيا تمر بمرحلة صعبة ووجود مثل هذا التقرير وإنجازه في هذه المرحلة يعتبر خطوة مهمة لليبيا تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تشكيل لجنة البنية التحتية للجودة بما يصب في تحقيق أخذ عن الوقت والمال تحليل حجم التجارة الدولية تتضمن عملية نحتفل الآن مع كافة هيئات الاعتماد في العالم باليوم العالمي للاعتماد الذي يأتي هذه السنة تحت شعار اليوم تحت شعار الاعتماد ودوره في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لا يخفى عليكم وأهداف التنمية المستدامة معروفة لدى الجميع الآن هي خطة وضعتها الأمم المتحدة خطة 2030 يقولوا لها اللي هي تحقيق 17 هدف و169 غاية هدفها الرئيسي هي النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر وتحقيق العدالة في العالم والشراكة الدولية طبعا وتعليم جيد وصحة جيدة فهي هدفها الرئيسي تحقيق الرخاء والرفاهية للإنسان والمواطن والمحافظة على البيئة والنمو الاقتصادي أن نعمل على أن نمتلك بنية تحتية والعالمي ترتيبا للأولويات. السيدات والسادة من خلال إجراء مراجعة شاملة للوضع الراهن